لجنه المهندس الشاب التابعه لنقابه المهندسين عن انطلاق برنامج ابدا الخاص بطلبه كليات الهندسه في جامعات الوطن، والذي يهدف الى ربط المهندسين الشباب بسوق العمل من خلال الدورات والتدريبات المعتمده والانشطه اللامنهجيه المختلفه، ويهدف ايضا الى تعريف الشباب بماهيه عمل النقابه وخدماتها واستراتيجياتها للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ورقي العمل الهندسي. ومن هنا نعلن عن انطلاق مسابقه كيف اكون نقيبا، والتي تعتبر المرحلة الأولى من برنامج إبدأ، وتهدف إلى تعريف الطلبة المشاركين بنقابة المهندسين التي ستتيح لهم فرصة المساهمة في اتخاذ القرار. للاشتراك في المسابقة عليكم تعبئة النموذج المرفق مع الفيديو وحضور الندوات التي سيتم الإعلان عنها قريبا في الجامعات، وهذه الندوات تعتبر الخطوة الأولى والأهم للمشاركة في البرنامج وإكماله، وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية في نهاية الندوة. والفريق الفائز يحصل على عدة جوائز، منها فرصة المشاركة في مؤتمر المناخ الدولي والمساهمة في صنع القرار من خلال المشاركة في حضور اجتماع مجلس نقابة المهندسين في فلسطين والعديد من الجوائز النقدية. بانتظاركم يوم الثلاثاء 4/4 في مدرج سي الساعة 12. كونوا على الموعد.